أحسن الله إليكم. الأخت أم أيمن تقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لدخول الحائض المسجد، هل لها أن تدخل المسجد وتجلس فيه؟ لا يجوز للحائض أن تدخل في المسجد إلا ماشية عابرة لأخذ حاجة من المسجد أو مارة من طريق، لا بأس بذلك، فالمرور لا بأس به إلا عابر سبيل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تناوله الخمرة، يعني السجادة التي يصلي عليها، يناوله إياها من المسجد، كانت الخمرة في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تأتي بها من المسجد، دل على جواز دخول الحائض للمسجد لحاجة ثم تخرج. أما أنها تجلس في المسجد فهذا حرام، قال صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فلا يجوز للحائض ولا للجنب أن يجلس في المسجد حتى يذهب عنهما الحدث ويغتسل. نعم.